قناة ناظور بريس دوت نت، من الناظور إلى العالم. كوم أكيوم طلحوي فاتحة فاعلة جمعوية نهار جن هذا سبحان مونخيق الشباب نقفوس نحتان الشين ما حند السنن بأن الحيوانات وخاصة القطة والقطط والكلاب يعني إج الحيوان أليف إخسا زي سنتهتم إخسا ساكنة النظر بصفة عامة إخسا تبدرن النظرية غاسنخ الحيوانات لأن فينا تعيش نتاكينخ بالنسبه لنا شقاقين تغاري دي سدات تعيش انت كي داقين تغاري غهوا انت دات ولهذا خصنا غزيس نتهتم وانت نتشي تشا بخمي غادي يرين النوفان تودي الطوموبينات تحاول يني ندهن تحاول ما امكن خزانه انت تصفغن لان انت فتصل الجرائم توقيع انت نشي تقسي ورينو خميتها في خلقي تموت نغيت الطوموبين ناخذ شا ونقزين نيخ ولهذا يعجبني الحمله يا يكين الشباب حتى نشقيها كي تنفوسينو ما حد انويا غزات انكس الفكره اني توغانخ يعني قد الحيوان وها قال أم البشر أم الحيوان قا كيف كيف وتمنيخ مرة زي ساكنة النظر تبدل العقلية النص الله يجازيكم بخير أن توعى أن قرخي هذي ثموش شوين ديك قزينا أسنتيش الماكلة خاصن أسنتنو شوية العطف العاطفة تصبحي الحيوان ما لبنا غادي في ذي المجال الحب الحيوانات يعني تحسسيش الحب ذا سبحان إيق الحيوان إيق القطة الكلاب والسلام عليكم وتشكى خطاس الحمله يا يجي نهار وتمني اتيري يعني مستمره بداتو يا غزه والسلام عليكم كم كيوم سعاد مجطيط مشرفه في نادي رابطه الشباب من اجل الرفق بالحيوان تابع لجمعيه رابطه الشباب من اجل التنميه والتضامن دونك نهار نوس دنيتا نجيج الحمله كاول حمله النادي نغنوس دنيتا انش ايموشون وكذلك نود التطبيب بالنسبه دنيتا يتصني موشون هرشن ستي الطاوين نغتي لي دايسن تونيا نغني ود دانيتا الحوايج نود لي برودوي مره يزيدنا غنعالج السلام عليكم الاخوان نهار خضر كنادي رابطه الشباب التنميه والرفق بالحيوان نتمنى ان شاء الله المبادره غتنجح تلقى الاستحسان زي الساكنه دانيتا النظوه نتمنى تشوفها واش تعاون المبادره من زينو فتصي مشون وغاسنبو الاهتمام وغاسنبو الدواء وغاسنبو الماكله نعم الله احسن عاون نزرا نهار العدد يمشون من ساس الماكله دوينات يعني الشين ثمار امان فوذن نتمنى ان شاء الله السكان تقن بعدا نثقدو حتى من غهوا تيش الماكله غيزيدني مشون ونطان شواضيع نشا هو الاساس ونتشكى مرة الشباب يساهم نهار كاين غيوزن كاين غيبدل نتمنى ان شاء الله من هي غادي يلقى غاش المستوى يعلى باش هذه الا نشي نتهتم بالحيوان من زيد انت الحيوان دار الروح خاصه مشون الحيوانات الاليفه نتمنى الاهتمام نتمنى وشكرا ناظور بريس زعما بالذكينا الصوت صوتنا مريم بوسيلة فعيلة جمعوية دي فندية النضا ما مشت ورا من هارا أكينا نوزد أنس إيموشون الشوارع ما مش نتسن دي فندية النضا وعن غبل وعي نطعم الحيوانات لا سواء زي موشون يقزينا وعود غانغ قتل الكلاب الضالة نشين سيتيم زي سلطات زي ستساونت هذا سنقن التعقيم وذا سنقن المأوى سن معكم الأستاذ عبد الرحمن بستار محامي بالنظور وفاعل جمعوي ومتعاطف مع أي جمعية اللي كتهتم بالشؤون لا ديال الإنسان ولا ديال الحيوان اليوم كان بعدها كنشكر بعدها الناظور بريس اللي غطت هذه الحملة ديال الانطلاقة ديال تفقد الحيوان بمدينة الناظور خاصة القطط والكلاب هذا التفقد اللي كنتمناو يكون هو بداية إحساس تحسيس المجتمع المدني بأهمية سميتو الحيوانات الاليفه اللي كتعيش معنا وكنربيوها حنا انا عندي 18 في السطح وكلهم مشاو فكنتمناو انه ساكنه النظر توعى الان وكنتمناو من السلطات المحليه تعاوننا ونتعاونوا جميعا من اجل هذه القطط الاليفه وكنتمناو انه تكون هناك انطلاقات اخرى ومبادرات اخرى وكنذكر الناس بانه راه الحيوان راه الله تعالى ذكره في القران أمم أمثالكم
أمم أمثالكم أمم. إذا كانت أمم أمثالنا فيجب أن نعاملها بالمثل. ولهذا كان نشكر هذه الجمعية رابطة الشباب الخير أو الرفق بالحيوان وعلى هذه المبادرة، وكنتمنى وتكون هناك مبادرات أخرى ومساعي أخرى، وكنتمنى أن الساكنة تنضم لهذه المبادرات هذه باش يكون هناك تعاون وهناك تنظيم وهناك تدبير لهذا المشكل ديال الحيوان. والسلام عليكم ورحمة الله.